لكم أكره قدوم هذا الشهر وأكره كل ما يذكرني به. ما الذي أغضب مولانا كل هذا الغضب؟ ذكرتني هذه الرسالة بقدوم اليوم المشؤوم. بعد أسابيع لا أكثر يطرق باب ولايتنا ذلك اليهودي البغيض ليأخذ الجزية إلى ملك الإسبان. هذا أمر لا بد منه، وإني ليحزنني يا مولاي أن أراك في هم تحركه شيمتكم الأبية. لا شيمة ولا إباء لمن يدفع الجزية وهو صاغر. هذا حال الأمراء حولنا، المعتمد بن عباد، أمير إشبيلية، وابن جهور. لا تعدد من أعرف يا طلحة، فليس في ذلك تخفيف لألمي. أنا في ألمين لو تدري، ولست في ألم واحد. لا عليك يا مولاي، عسى الله أن يخفف عنك بعض ما تعاني. بل يخفف عنا جميعا يا طلحة، فكلنا نشعر بالألم نفسه في إمارة بطليوس. صدقت يا مولاي، فكلنا يجمعنا هم واحد. أين ابن عبدون؟ أريد أن أسأله في أمر. إنه قريب يا مولاي، وأنا الآن أقرب، فسلني ما تريد. إنه وزير مثلك وعليه مثل ما عليك. في رياض تعانق الورد فيها مثلما عانق الخليل خليلا. لا تنم واغتنم مسرة يوم، إن تحت التراب نوما طويلا. اسمع إذن وبادر غفلة الأيام واغتنم، فاليوم خمر ويبدو في غد خبر. هذا أحسن من آخر بيت قلته يا ابن عبدون. أنت سرقته من قول بشار بن برد، اليوم خمر ويبدو في غد خبر، والدهر ما بين إنعام وإباس. هذا غلام الوزير طلحة، جاء لأمر عاجل، أليس كذلك؟ نعم يا مولاي. إلى لقاء في المساء إن شاء الله. ما الذي تفعله عند جناح الخدم والجواري؟ هناك من يتلصص ويراقب يا طلحة، لا يبعد باب ديوان الرسائل غير أذرع. يوجد حرس عند باب الديوان يا ابن عبدون. الحذر يقين الغفلة التي لا تحمد عقبها. تعال تعال. تريد أن تقيدني بمخاوف ووساوس يا ابن عبدون؟ حاشا لله يا مولاي، ولكني ما عدت أثق بمن حولنا من خدم وأتباع. الذهب يشتري النفوس يا مولاي، وهذا ما يفعله الأذفونش ملك قشتال. على الوزراء أن يكشفوا عن كل خائن وأن يقطعوا يد الغدر. لنا في قصور ملوك الفرنجة وأمرائهم عيون ترصد وتنقل الأخبار. أريد أن أسمع خبرا يسرني يا ابن عبدون. مررت على الأيام من كل جانب، أصعد فيها تارة وأصور. ينير لي الثغران صبح وصارم، ويكتمني القلبان نقع وغيهب. وقد لفظتني الأرض إلا تنوفة، يحدثني عنها العيان فيكذب. طال انتظارك والعيون حولنا ولا نأمن شر من يراقبنا. لا أدري كيف نسي موعد اليوم. ابن عبدون وزير،
وليس كاتبا أو صاحب وظيفة يستطيع تركها والتفرغ إليك. لكنه لم يخلف موعدا قبل الآن. لا تتذللي له، وتذكري دائما أنك ابنة أميرة سابقة. ما مضى مضى يا خالصة، فأنا الآن في جملة من يرعاهم الأمير كراما لأهلهم. أنا من أيتام الأمراء لا أكثر. اسمع من أين جاءت مخاوفي. أنت تعلم أننا دسسنا عيونا في بلاط الأسبان. نعم، وكشفوا أمر جارية بربرية فقتلوها. أما همام فلن يكشف أمره أحد، لأنه ابنه، ابن القائد الأسباني الذي لم يعترف به، والذي خطف أمه وتركها حين حملت بهمام. وهل تثق بهمام وهو بلا ولاء لأحد؟ الذهب والمال خير ولاء لأمثال همام. اسمع ما يقول في آخر ما جاء منه. أنا الآن مقرب من الملك الأذوفونج، أدخل لأقدم الشراب الذي يحبه. بعد أن يأكل طعامه ينادي: أين الأب؟ وبينما أنا أسقي دخل القاعة اليهودي بن شاليب جامع الضرائب، وهو يدخل بلا استئذان: هنيئا لمولانا طعامه وشرابه. تفضل يا مولاي. هاي أنت. ماذا يا مولاي؟ أحب أن يكون كل خدمي ثم كهذا اللقيط. قلت لك تعال اسق ابن شاليب. سأرحل لجباية أموال الجزية بعد أسبوع. لا تنسى يا ابن شاليب، إياك أن تستفز أحدا من أمراء المسلمين، خاصة أمير باطليوس، لئلا يشعر بنياتنا. تستطيع أن تأخذ باطليوس بضربة واحدة. أنا لا أريد أن أثير أمراء المسلمين، فأنا أعد خطة ذكية. تهيأ لترحل يا ابن شاليب إلى جميع الإمارات وتأتينا بالجزية، وبعدها يكون لنا معهم شأن آخر. لما لم تعرض أمر هذه الرسالة على مولانا؟ ألم ترى كيف يعاملني؟ إنه لا يريد أن يسمع مني. هات الرسالة، أنا سأتكفل بها وسأحدث الأمير عما ينويه ملك قشتالة. رويدك أيها الدهر الخؤون، ستأكلنا وإياك المنون، تعللنا الأماني وهي زور، وتخدعنا الليالي وهي خون. مضى من لو سبقت لما تعزى، ولا جفت له بعدي جفون، وأبقتني يد الأيام فردا، كما غدرت بيسراها اليمين. وهل يبقى على غير الليالي شفيق أو شقيق أو قرين؟ لا بأس عليك يا ابن عبدون، كل شيء سينصلح إن شاء الله. لباب، كيف تسللت إلى هنا يا لباب؟ هذا ما تبادرني به بعد أن غبت عني كل هذه الأيام؟ ويلك من نفسك يا شقية. ويلي من حب تملكني ولازمني ملازمة المرض. بليته مرضا فيشفيه دواء يا ابن عبدون.
كنت أتمنى أن أموت أو أن أشفى من هذا الجنون الذي يسمونه الحب. لم أرك على هذه الحال من قبل يا لباب. وأنا ما أعرفك بهذا البرود والنسيان يا ابن عبدون. أين ما كان بيننا؟ أين ما كنت أسمعه منك؟ أين وعودك لي؟ تغير حالي وضقت صدرا بما أنا فيه الآن يا لباب، فصرت أحمل هموما تخنق كلمات الحب، فأثرت أن أبتعد عنك خوفا عليك مما أنت فيه الآن. لا أفهم، لا أريد أن أفهم غير أمر واحد، أتريدني أم لا؟ لو خيرت بين كل ما أملك وبين أن نبقى معا لاخترتك، واخترت لقاء لا فراق بعده. هذا تصويفا يا ابن عبدون، هذا دفعا برفق ولين. أنت لن تختارني، وما كنت عندك إلا ملهمة للشعر لا أكثر، وما سبقتني ملهمة وتلتني أخرى وأخرى. هذه سكاكين تدمي قلبي وليست كلمات عتب يا لباب. إن كان العتاب سكينا فكيف يكون الصد والهجران والنسيان في نفسي يا ابن عبدون؟ كيف تكون خيبة الأمل ومرارة الوساوس والأرض؟ لباب، سألقاك في المكان الذي اعتدنا اللقاء فيه، سألحق بك بعد قليل. سأكون هناك على أي حال، فأنا اعتدت التنزه في دائما. ليتني ما عشقتك يا لباب، لو كنت أعلم أن حالي سيتبدل ومكانتي تتزعزع لدى الأمير ما وعدتك وأملتك. أناملي لا تتحرك إلا حين تخيط لمولانا ثيابه، والقماش لا يستجيب للإبرة إلا لأنه سيلامس أعظم وأشرف وأنبل من يمشي على أرضي. كفى كفى يا هذا، أنا لم أسمع بخياط ثرثار مثلك. أنا خادمك يا مولاي. مولاي، ماذا هنالك يا هذا؟ سيد الوزير يطلب الإذن بالدخول. أنا في مقصورتي ولست في المجلس، فلينتظر في المجلس. يلح ابن عبدون هذا. سيدتي، ألست يونس ابن شجاع؟ خادمك يا سيدتي. رحم الله والدك، لقد كان أحسن من راعى أموال أبي وحافظ عليها. كيف تذكرتني سيدتي؟ وكيف أنساك وأنت الذي كنت تصطاد الفراشات وتعلقها بثوبي؟ كان ذلك قبل 10 سنوات لا أكثر يا يونس، لا تدعي أنك لم ترني بعدها، فأنا أعلم أنك تراقبني من برج الحراسة عندما أخرج مع مربيتي إلى الحديقة. كانت تعلم أني أراقبها. كل من تمده بالمال يكتب رسالة مثل هذه مدعياً أنه قريب من ملك قشتالة أو غيره. لكن ابن عبدون يعرف هماماً ذاك. لا ثقة بابن زنن يحمل أحقاداً يا وزيرنا. ثم أليس شراء مثل هذا الدعي يسيراً يا طلحة؟ لا رأي لي في نسب همام هذا، ولكني يا مولاي أرى أن تدعو ابن عبدون وتسأله وتسمع منه، فهو وزيركم أيضاً وله رأي وقول. وما رأيكم أنتم يا سيد الفقهاء يا ابن مقانة؟ يا مولاي، أنا لي رأي واحد لا ثاني معه، وقد عرضته عليكم. دعني أطف في بلاد المسلمين داعيا إلى الوحدة. شعوبا أم أمراء يا ابن مقانة؟ بل الناس،
أريد أن أدعو الناس في الإمارات التي حولنا لينتبهوا ويأخذوا الحيطة والحذر من هؤلاء الذين يحيطون بنا من فرنجة ويهود. سأجهزك بكل ما تحتاج إليه يا ابن مقالة. بارك الله فيك وجزاك عن المسلمين كل خير. أين ابن عبدون؟ أريد أن أسأله بشأن هذه الرسالة. سيكون هنا بعد صلاة الظهر إن شاء الله. إذن فهو اليأس من الوزير ابن عبدون. لا أظنني سألاقي لوعة لفراقه أشد من التي عانيتها في الأيام الماضية. لو أنك سمعت مني ولم تندفعي نحوه أول الأمر. أنا بنت أمير سابق، وقد حلمت بعودة بعض الجاه المفقود والهيبة السليبة بزواج ابن الوزير. لا أجنحة للآمال الخادعة. ربما يعوضني قائد صغير ببعض الخسارة، فالصغير يكبر ويتدرج في الوظائف. هذا رأي جيد، وكان يجب أن يكون هذا هو الرأي الأول. أنت تعول كثيرا على أمثال همام، ومن يبيع نفسه لقاء بعض المال والذهب. العيون جيش خفي، يجب ألا نهمله أو ننساه يا مولاي. أتظن أيها الوزير أن ملك قشتالة يدخل أمثال همام إلى مجلس طعامه وشرابه؟ وهل تخلو مجالس الملوك من مندسين يا مولاي؟ أهذا خيال شاعر أمهم رجل لم تعركه الأيام؟ كيف تتصور ملكا أو أميرا له حرس وحاشية تحيط به يسمح أن يتسرب جاسوس إلى مجلسه؟ باب خاصتك يا مولاي من أهلك وخدمك، باب تقطع من دون الوصول إليه الأعناق، واستطاع هذا اليهودي أن يجتازه ويقف متنصتا. هذا الخياط يهودي يا ابن عبدون؟ لا أريد أن أرى أحدا، ليخرج الجميع. لا داعي لبقاء من لا تسمع منه كلمة أو يؤخذ منه رأي أو مشورة. لا تدع الغضب يسوقك إلى فعل تندم عليه. أنا أفكر ببغداد، لي ابن عم هناك له تجارة وقد دعاني لزيارته. بغداد أبعد مما تراها بعين الأمان الخادعة. عد لتصالح الأمير فهو نادم. إنه الأمير المتوكل الذي قلت أنت فيه. إن الممالك والسيوف شهود، لكم إماء والملوك عبيد. شامتكم في المكرمات عزائم، جار على أحكامها التأييد. وأولى نشأنا مع النجوم وقبلها، ولهن من بعد النجوم خلود. من معشر أخذوا بأطراف العلا، والأفق غفل والليالي سود. جادوا فبانت في البسيطة أنجم، وسطوا فثارت في السماء أسود. كان يجب أن يحسب لمدحي وحبي له حسابا ويأتي لمصالحتي. هذا لن يكون أبدا يا ابن عبدون، فهو الأمير. إنها لا تطير، فلما تغلق عليها كفيك؟ أردت أن أرى الدهشة في عينيك يا سيدتي. اسمع يا هذا،
ما دمنا سنلتقي مستقبلا فأنا لباب وأنت يونس. هذا ليس اللقاء الأخير بيننا إذن. أما كفاك مراقبة من ذلك البرج يا يونس؟ لا أدري، لا أدري ما أقول يا لباب. سنقول الكثير يا يونس، فأنا وأنت نشأنا معا وبيننا معرفة وود قديم، وتربط والدينا رحمهم الله عهودا وثيقة. ورثت عن أبي بيتا، وقد أرضيت أخي وأختي بمال حتى يبقى البيت لي. وأنا لي ضيعة أستطيع التصرف بها بلا وصية خالي وابنه. عن أي شيء نتحدث يا لباب؟ عن الغد، غدنا أنا وأنت، كان لنا أمس وسنصله بالغد. كأني أصبت بالحمى. هل نستطيع أن نتزوج يا لباب؟ معقول؟ الزواج هو الشيء المعقول. أخلائي، وفي جوف الصدور قلوب ترتقي قمم الدهور، وقد ضمت جوانحنا قلوبا أبت غير القصور أو القبور. أودع من أبى إلا عنادا ولم يصغ إلى قول المشير. ما هذا الذي أسمعه؟ وزير يخرج دون أن يحس به أحد؟ وتقول لي يا طلحة إنه خرج بلا عودة، إذن أنت شريكه في هذا. عفوك يا مولاي، أنا سمعت منه كلام رجل غاضب وظننت أنه سينسى الأمر إذا سكن عنه الغضب. أين تراه سيذهب؟ أين وجهته؟ لا أدري، ولكني سمعته يذكر أهلا له في بغداد إذا ضاق صدره. لا، لا يمكن، لا يمكن أن يدرك بغداد فارس يسير وحده على جواد. أريد من يتبع أثره، أريد أن أعرف أين وجهته. كل شعرك كالماء الزلال يا ابن زيدون، لكني أطرب لقولك ودع الصبر محب ودعك، ذائع من سره ما استودع، يقرع السن على أن لم يكن، زاد في تلك الخطى إذ شيع. يا أخ البدر سناء وسنا، حفظ الله زمانا أطلعك، إن يطل بعدك ليلي لكم بت أشكو قصر الليل معك. أعجاب مولاي المعتمد بهذه الأبيات يزيدها جمالا ورفعة. دعه يتفضل. ابن عبدون يطلب الإذن لينزل في ضيافتنا. هو رسول الأمير المتوكل لأمر طارئ. لا، لا أظن. هيا بنا نستقبل وزيرا شاعرا لا يمل مجلسه. هيا. لولا المؤيد مد الله مدته، ما كان لي في سوى بغداد من أربي، فلم أكن وسوى بغداد لي أمل فيها، كما كنت في أهلي بمغتربي. وللمؤيد مد الله مدته، رأي يغالب شهب الليل في القطب، لم ينتقب وجهه للسمر مشرعة، وإنه من حياء الوجه في نقبي، تراه إن تدعه
يومي ندا ووغى، النار في وقده والماء في صببي. أدام الله مدتك يا ابن عبدول، فلقد أحسنت وأجدت وأخجلتني بمدحك هذا. اجلس ابن عبدول وحدثني عن أحوال بطليوس وأميرها المتوكل. هي في مثل أحوال إشبيلية وقرطبة يا مولاي، تدفع الجزية ولا تأمن شر ملك قشتالة، وأكبر هم يواجهه الأمير المتوكل دفع الجزية لذاك اليهودي الذي يرسله ملك قشتالة في موعد الدفع المحدد. إنها مرارة لها لذعة في الفؤاد، وعلينا إما أن نتجرعها أو لا نقبل بها، والثانية هي أقرب للكرامة والرجولة. صدقت يا مولاي، ولكن أين القوة؟ أين المدد والعدد؟ هذا أمر له تدبير آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بشوق لمعرفة أخبارك يا ابن مقانة، كيف كانت رحلتك وكيف وجدت الإمارات؟ وجدت ما يسر وما يسوء. أما ما يسر فهو يقظة الناس المسلمين وانتباههم لخطر الفرنجة واليهود، هذا جميل. وأما ما يسوء فهو تخاذل بعض الأمراء والتزامهم جانب السلامة خوفا على عروشهم. أعرف ذلك، وهذا حصاد التفرق وتشتت الرأي وعدم التقارب بين إمارات الأندلس. صحيح صحيح. مولاي المتوكل، جاء جاب المال ابن شاليب. لا أريد أن أراه، ادفع له ما جاء من أجله ولينصرف. أمر مولاي. تفضلوا بالجلوس. للمال رائحة تمس النفوس قبل الأنوف يا سيدي. خذ المال ووضع خاتمك هنا على الصك. ليس قبل أن أعد كل هذا المال يا سيدي، فأنا جاب كما تعلم وهذه عادتي، فأتمنى ألا تنزعج. ثوبك بحاجة إلى إصلاح، وأرى أن تبحث عن خياط ماهر ليصلحه. أليس عندكم في القصر خياط يا سيدي؟ كان، لكننا قتلناه كقتل الكلاب حينما كشفنا أمره. أعد حساباتك. نعم نعم. فحساباتك غير دقيقة. نعم. أين أبو الوليد؟ أين سيد الشعراء ابن زيدون؟ أيها الكاتب. أمرك مولاي. تعال واكتب ما سأمليه عليك. لا يطيب المجلس إلا بشاعر كبير كابن زيدون. اكتب أيها الكاتب. أيها الصاحب الذي فارقت عيني ونفسي منه السنة والسناء، نحن في مجلس يهب الراحة والسمع والغنى والغناء، فأته تلقى راحة ومحيا، قد أعد لك الحياة والحياء. ضعها بيد ابن زيدون ليقرأها ويأتي من فوره، فمجلسنا بحاجة إلى شعر رقيق، أليس كذلك؟ يبدو أني سأواجه الإهمال والنسيان في إمارة المعتمد كما واجهتها عند المتوكل. هذا أول ما أسمعه من المعتمد، ولا أدري ما سيكون بعده. أين ذهبت بك الأفكار يا ابن عبد؟ إلى أهلي في يابرا. ولما تذكرتهم الآن؟ الغربة تجعل الأهل في الذاكرة دوما. صدقت صدقت. لي حديث معك يا ابن عبد. تفضل يا مولاي، فإني منصت. هل الأمير المتوكل همة تدعوه للحرب؟ الهمة تستنهضها القوة من عدد وعتاد ورجال،
وملك قشتالة لديه ما ينقص الأمير المتوكل. إذا أردنا أن نستعين بقوة كبيرة، هل ينضاف إلينا المتوكل؟ ومن أين تأتي القوة يا مولاي؟ والأندلس إمارات متفرقة بين إشبيليا وقرطبة وبطليوس. هذا مجلس سمر يا ابن عبدون، وسيكون لنا حديث آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى من يتم به سرور المجالس ألف سلام وتحية. تفضل يا ابن زيدون، فإني مشتاق إلى شعرك الرقيق. أمر مولاي. كيف وجدت المتوكل؟ لم أره ولم يرني، فلقد صرفني وزيره بعد أن أخذت المال وأعطيته الصك، لكني سمعت خبرا أزعجني. ما هو يا ابن شاليب؟ ابن عمي كشف أمره وقتلوه. الخياط لا يصلح لأمر خطير كهذا، ألم أقل لك؟ ما أبطأك يا هذا؟ هيا عجل، أريد أن أحارب مولاي الملك. هذا ما طلبته يا سيد. وأنا لم أطلب شيئا. إنه لا يسمع يا ابن شاليب. هناك شيء ما يدور في ذهن المعتمد بن عباد أمير إشبيلية. ما هو يا ابن شاليب؟ أجب. كأنه مطمئن إلى قوة أو مدد. أنت كثير الوساوس والأوهام يا ابن شاليب. سأضربهم ضربة قوية تذهلهم جميعا. سأزحف أولا إلى شنترين، ثم إلى بطليوس، ثم إشبيليا. أرسلت لأمير المرابطين يوسف بن تاشفين ليمدنا بعون. بعد أن استشرت بعض الأمراء حولنا، رأيت قبولا وتجاوبا من أكثر الأمراء يا مولاي. المرابطون الآن قوة كبيرة، ونستطيع أن نضرب بها ضربة تذهل ملك قشتالة وكل من معه. نحن نعمل بسرعة وخفاء. فلنؤجل حديثنا الآن. اذهب أيها القائد. أقبل يا ابن عبدون. نعم يا مولاي. تفضل. شغلتنا أمور السياسة عن أمور الشعر، وهذا يوم جميل يروق فيه الشعر. صدقت يا مولاي. لا أدري لما خطرت ببالي أبيات المتنبي التي يقول فيها: ما لنا كلنا جوا يا رسول، أنا أهوى وقلبك المتبول، كلما عاد من بعثت إليها غار مني وخان فيما يقول. أفسدت بيننا الأمانات عيناها، وخانت قلوبهن العقول. لا شيء كشعر المتنبي يجلو الهم عن النفوس. تقدم يا طلحة، ما الأمر؟ أرى في وجهك أثر قلق واضطراب. مولاي، جاءتنا رسالة من همام بها خبر لا أدري ستصدقه أم لا. شنترين، هذه نية ملك قشتالة. إذن يريد أن يبدأ بإضعاف ما حولنا. علينا أن نقوي القلاع والحصون، وأن ننظر فيما عرضه علينا المعتمد بن عباد. هذا هو الرأي يا مولاي، فما عرضه الأمير بن عباد يوافق ما نحن فيه. هل من الحكمة أن نستعين بالمرابطين؟
الأمر يحتاج إلى مشاورة ودرس، وإني قد سمعت عن يوسف بن التاشفين ما يجعلني أثق به. ما دمت ترى أن أمرا كهذا يحتاج إلى مشاورة، فإني أرى أن تدعو القادة لننظر معهم في هذا الأمر قبل أن نجيب المعتمد بن عباد. أمر مولاي. أما بشأن رسالة همام فيجب أن نتدبر الأمر سريعا. مكانتك كبيرة في قلوبنا يا ابن عبدون، وإنه لا يسرني أن أجالسك ليل نهار. أنت وزير ومستشار الأمير المعتمد، ولك ما يشغلك وللأمير ما يشغله. أما القلوب يا أبا الوليد فهي تحمل ما يعلمه الله. أتشك بخالص ودي؟ حاشا لله يا ابن زيدون، ولكني لا أرى ميلا صادقا من الأمير المعتمد في أي لقاء أو حديث بيننا. لقد أتيتنا ونحن في شغل يلهينا. نحن كما تعلم نعد العدة لرد يد الذل والعدوان عنا. هذا ما كنت أريده وأسعى إليه عند الأمير المتوكل، ولكنه تجاهلني وسفه كل قول قلته. مولاي المعتمد يسمع ويتقبل ويشاور في كل الأمور. وما شأن غريب لجأ إليكم بأمر ملككم يا أبا الوليد؟ أنت وزير له شأن؟ كنت كذلك، وأنا الآن هنا في غربة، بل غربتين. نكتب إلى المعتمد ابن عباد ونرسل رسالة بيد الفقيه ابن مقانة ليعلم أننا سنجعل حربنا جهادا مستعينين بيوسف ابن تاشفين وجيشه. بارك الله فيك يا مولاي، فلقد جعلت رأيك مع رأينا، وسوف يكون النصر حليفنا إن شاء الله. إن شاء الله. أريني كيف وزعت فصائل الجيش. هل دخل غريب إلى المجلس؟ اذهب ولا تدع أحدا يدخل علينا. هيا. يا دهر إن توسع الأحرار مظلمة فاحذر، فأنت عندي غير مرهوب. ولا تخل أنني ألقاك منفردا، إن القناعة جيش غير مغلوب. إلى يابرا فلا أحسن من الأهل. كيف حل هذا البلاء؟ كيف نواجه جيوش المسلمين وقائدهم يوسف بن تاشفين؟ اعقدوا مجلس الحرب. أين أتيت أيها اللقيط الفذر؟ ابتعد عن طريقي. لن نترك ملك المشكالة ويهوده يوم الزلاقة، يوم النصر المبين على عدو الله.